بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ولادي وحبايبي، عاوز احكي لكم النهارده عن رشم الصليب وجمال الصليب في حياتنا. احنا لما بنرشم الصليب بنقول ايه؟ بنقول بسم الاب وبنحط صبعنا فوق راسنا. فوق راسنا معناها ايه؟ معناها ان انا مش شايف ربنا. الاب السماوي في السماء فوق عقلي وفوق عيني، مش هقدر افهمه 100% ومش هقدر اشوفه بعيني. بسم الاب. كمان يا حبايبي، لما ابونا عمتكم وانتوا صغيرين شال كل بيبي فيكم وغطسكم 3 مرات، وبعدين خد زيت الميرون اللي هو زيت الروح القدس، واول حاجة عملها عمل صليب على راسنا كده وقال ايه؟ بسم الاب. يبقى كأن في علامة على راس كل واحد فينا مستخبية جوه دماغه مكتوب عليها بسم الاب. فكأني كل مرة برشم الصليب بلمس العلامة دي وبقول انا ايه؟ انا تبع الاب السماوي، انا اقدر اقول ابانا الذي، انا غير كل الناس، انا اسم ربنا مكتوب على راسي. فبأول حاجة بنعملها في رشم الصليب نقول بسم الاب، بعدين ننزل بصبعنا كده ونقول والابن. لما بنزل كده بصباعي يبقى الابن خرج من الاب ونزل عاش وسطينا في الدنيا. لما بحط صباعي عند بطني كده بقول ان الابن بقى واحد مننا، يعني ربنا يسوع اللي هو ابن الاب ابن الله تجسد. تجسد يعني ايه؟ يعني بقى له جسم زينا وبقى له نفس زينا، بقى انسان زينا من لحمنا ومن دمنا، وعاش وسطينا فبقينا نقدر نشوف. فاكرين انا باسم الاب ما كنتش شايف صباعي، لكن والابن بقيت شايف صباعي. فانا مش شايف الاب لكن شايف الابن. عشان كده مرة واحد من تلاميذ ربنا يسوع قال له ما تورينا الاب، قال له انا معاك طول الوقت وانت بتسأل على الاب. اللي شافني شاف الاب، من رآني قد رأى الاب. يبقى تاني نقول باسم الاب والابن، بننزل لتحت وبعدين نطلع بقى ناحية القلب. القلب عندنا كلنا يا ولاد ناحية الشمال، احنا عادة بنكتب بايدينا اليمين لكن القلب الناحية دي ناحية الشمال. فكأني بحط صباعي جوه قلبي واقول ايه بقى؟ واقول والروح القدس، عشان اقول ان الروح القدس سكن قلبي. يبقى الاب في السماء ارسل ابنه الوحيد عشان يفدينا ويخلصنا، وحط روحه القدوس في قلبنا يوم ما تعمدنا وترشمنا بالميرون. الروح القدس يعمل فينا ايه؟ يخلي قلبنا نضيف خالص، ويخلي قلبنا مليان بربنا، ويخلي السماء كلها جوانا لان ده روح ربنا. الروح القدس ينقلنا لليمين، فعشان كده بقول ايه؟ اله واحد امين. بروح ناحية اليمين عشان اقول بكرة هيبقى مكاني عن يمين ربنا يسوع في السماء. فكأن رشم الصليب راجع معانا كل الحقيقة وكل الإيمان المسيحي. باسم الآب مش شايفينه فوق عقلنا، والابن تجسد وبقى واحد مننا، والروح القدس ساكن قلبنا، خدنا وودانا عن يمين الآب إلى الأبد. إله واحد أمين. يبقى احنا نؤمن بإله واحد، لكن هو ايه؟ اب وابن وروح القدس. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين.